مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير على حضراتكم، ويوم جديد ولقاءات جديده من برنامجكم ساعه صبحيه. يا رب ساعه صبحيه مليانه بالخير والبركه والسعاده والامل والتفاؤل، وصباح القلوب المطمئنه الراضيه لداعي ربنا سبحانه وتعالى بكل خير. طبعا كل هدف في الحياه خاص بواحد بينا بيتمنى ان يكون ناجح وبيصل لمراده وبيصل لغايته. ممكن هناك من يحالفهم الحظ ويصلوا لتحقيق هدفهم وينجحوا في حياتهم، ولكن دون أن يدركوا قيمة هذا النجاح ويشعروا بلذة هذا النجاح. الإبداع في حياتنا هو المفتاح السري للوصول لغايتك وهدفك وتحقيق النجاح بكل سلاسة. خلينا نقول إيه هو الإبداع. الإبداع هو السمة اللي ممكن حضرتك تطبقها في كل أمور حياتك اليومية تساعدك على النجاح وإتقان كل مهام عملك بجدية، وتجعل لك لونا براقا ساطعا متميز عن غيرك. ده تلخيص للإبداع. خلينا نقول لحضراتكم إن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد فينا وجواه نقطة من الإبداع، ولكن هناك من يكتشف هذه النقطة بيشتغل عليها وينميها ويستطيع أن ينجح ويفتخر بذاته، وناس كتير للأسف ما بتقدرش تكتشف هذه النقطة الخاصة بالإبداع بداخله، بيعلق فشله على أن ده قدر ودي مقدرتهم وما قدروش يغيروا من ذلك. لا، حضرتك جواك إبداع، وللأسف في بعض الناس اللي جواهم إبداع ونفسهم بشكل كبير أن هم ينموا بداخلهم ويقدروا ينطلقوا للنجاح الأمثل الخاص بيهم، بيجد الكثير من التحديات والعراقيل متمثلة يا إما مثلا من بعض المديرين، حتى لو زملائك في العمل ولو كانوا مخلصين زي ما بنقول كده. بقصد او بدون قصد عليك انك انت تنمي ابداعك، بقصد او بدون قصد من الناس اللي بتحاول تقف عائق بشكل كبير قدام حضرتك عشان ما تقدرش تنجح، لا، لازم انت تتحدى كل هذه الظروف والتحديات. خلينا اقول لحضراتكم الكثير من النماذج والعلماء والشخصيات البارزة اللي هم قدروا يضيفوا لمشوار حياتهم نقطة ابداع في النجاحات اللي هم حققوها، وده اللي ميزهم عن غيرهم، الناس اللي هي نجحت ولكن ناس برضو كتير ما تعرفش عنهم حاجة. إذن الإبداع جزئية مهمة جدا في حياة حضرتك، لازم تشتغل عليها، لازم مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات تقدر تتغلب عليها وتقدر تضع لنفسك كده طريق تسلكه مليان بالإبداع، مليان بالنجاح، مليان بالتوفيق. ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل واحد فينا عقل وقلب، ودول أسلحة كافية عشان تنتصر على كافة المؤامرات اللي ممكن تواجه حضرتك، عشان تقدر تخوض كافة التجارب. حتى لو كنت فشلت قبل كده في أي تجربة، ممكن تتعلم من نقاط الفشل وتستثمرها بعد كده تكون نقاط نجاح. خلي كل الشباب اللي احنا بنهتم بيهم بشكل كبير جدا، سواء في برنامجنا او من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو حريص كل الحرص على استغلال الطاقات المكبوته داخل كل الشباب، ان هم ينموا ويستثمروا هذه المهارات. يمكن كمان حلقتنا النهارده هنتكلم فيها بشكل كبير جدا عن دور الشباب والتنميه في المجتمع. عايز اقول لحضراتكم ان اي حد بيخوض مجال عمل معين عليه ان يبدع في كافه مشوار حياته. ازاي ان هو يقدر يضيف بصمه واضحه وملموسه امام اللي بيشتغل معاهم؟ ده امكانيات حضرتك لوحدك، ممكن حضرتك تنميها وممكن برضه حضرتك تخفيها، ولكن الافضل ان كل واحد فينا يتيقن ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان العمل والعباده، خلقنا عشان نقدر نسعى ونحقق لكل يعني مراد في حياتنا هدف معين ممكن نصل بيه، ممكن ان شاء الله ننجح في كل امور حياتنا. وعايزين في المرحله اللي جايه مهما كانت التحديات، مهما كانت الظروف، مهما كانت العقبات، بالعكس نستثمرها بشكل كبير في النجاح والتميز في أمور حياتنا. وإن شاء الله بإذن الرحمن مصر دايما متميزة بأبنائها المخلصين، مصر دايما قادرة على مواجهة كل المؤامرات والتحديات بشبابها الواعي الصاعد. وحافظ الله مصر وكل المصريين. نبدأ مع حضراتكم بأغنية جميلة ونرجع نكمل مع حضراتكم بها فقط برنامجنا ساعة صبحية. الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي، مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين ننكرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها.
هي دي مصر الحبيبة رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. ربنا يحفظ مصر وشبابها العظيم. يمكن دايما احنا بنحرص ان احنا نقدر نستثمر طاقتنا الشبابية من خلال برنامج ساعة صبحية تحديدا في تقديم النماذج المشرفة، في تقديم كافة وجهات النظر اللي ممكن تضيف لشبابنا بشكل كبير جدا جانب تثقيفي وجانب توعوي يقدر يخدمهم في أمور حياتهم العملية. الجانب الوطني ده الأهم عندنا في برنامج ساعة صبحية. الطاقات الشبابية عندنا الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى أنعم على مصر بالشباب الصاعد الواعد ذا الكفاءة، لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل قادرين إن شاء الله إن احنا نخوض بشبابنا كافة التحديات اللي بتواجه البلد. دايما بنحرص إن احنا نقدم لحضراتكم إعلان نزيه. دايما بنقول إن أي حد شاب لديه المقدرة على استثمار طاقاته في مجال عملي يقدر يتقدم لينا، وإحنا نقدر نوظفه بشكل كبير جدا ونقدمه للمجتمع بصورة مشرفة. من النماذج الشبابيه اللي انا بشرف واتشرفت بيهم يمكن في لقائي في جريده المواطن امس الكاتب الصحفي احمد حمدي، واللي كان حريص دايما على تقديم رساله اعلاميه وصحفيه، اللي انا بحييه وبحيي كل القائمين على موقع المواطن الاخبار وبتمنى لهم كل التوفيق وبشكرهم على الحوار الصحفي اللي قدموه من خلال موقعهم المحترم. خلينا نقول لحضراتكم النهارده باذن الرحمن عندنا فقرات هامه جدا. حلقة بتحمل وبترفع شعار في حب مصر، حلقة بتعلي المصلحة العليا للبلاد، فقرات متنوعة إن شاء الله. الفقرة الأولى هيكون ضيفنا فيها الأستاذ المحترم الكاتب الصحفي الوطني الأستاذ محمود بكري مؤسس رابطة محب مصر، هنفتح فيها الكثير من المحاور يمكن من أهمها الحديث عن رابطة محب مصر دورها الوطني والإيجابي، إزاي تقدر أن تقدم الكثير من النماذج الوطنية والخدمات اللي من أساسها وهدفها النهوض بالمجتمع المصري وهذا الوطن الحبيب. فقرة تانية هنتكلم فيها عن دور الشباب في التنمية المجتمعية، وأيضا ضيوفنا من أعضاء رابطة محب مصر الدكتور عارف سليمان الخبير الدولي والدكتورة علا حويضة قشعرة والأديبة، هنتكلم ونفتح محاور وموضوعات كثيرة جدا ممكن نقدمها لشبابنا تفيدهم. وكمان الهدف الأمثل من هذه الفقرة برضو ان احنا نوضح لهم المفاهيم المغلوطة كي يستطيعون مواجهة التحديات ومواجهة المؤامرات اللي بتحاك لوطننا الحبيب لمصر. فأنا أدعو لحضرتكم مشاهدة هذه الفقرات لأنها هامة، وإن شاء الله بإذن الرحمن نقدر نخرج بالكثير من التوصيات اللي بتصب في صالح المشاهد الكريم. أما بعد الفصل مباشرة هنرجع نبدأ مع حضرتكم فقرة الصحافة وتحليل لأهم الأخبار بإذن الرحمن. عندنا فقرة هامة ومجموعة من الأخبار اللي هتضيف لحضرتكم معنا للتحليل فيها الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الألفي بالبوابة نيوز. فاصل سريع ونرجع نبدأ مع حضرتكم فقرة الصحافة، انتظرونا.